نصيحة مختصرة الشيخ جزاكم الله خيرا لمن يرغب الذهاب إلى أفريقيا، يعني احتاط من ماذا يفعل، بماذا يبدأ، كيف يصنع؟ والله أولا أنا هذا لي ترى خاص. أنا والله أحث يعني الإخوان لزيارة يعني الأماكن التي تتيسر فيها الدعوة، يعني لأن الناس بحاجة شديدة، يعني الناس بحاجة شديدة، ليس بينهم وبين الإسلام إلا أن يعرض عليهم. خلينا نتأكد يعني ما في بينك وبينه، ما في بينه وبين أن يدخلوا الجنة أو أن يسلموا إلا أن واحد يجي بس دفهم كذا، دفه بس. سبحان الله. إيه والله ناس مقبلة جدا، مقبلة يعني، هذا من يعني من بركة الإسلام. والله يا شيخ لو قاطعتك، في المدن يعني وجدت إقبالهم على الدروس مو مثل القرى. القرى سبحان الله يحبوا الدرس، يحبوا العلم، يجتمعوا وما أرادوا مننا أن نذهب. سبحان الله. أي والله. والله في يعني في كل مكان، خاصة يعني القرى والمدن التي هي بعيدة عن العاصمة. بعيدة يا عاصمة. يعني الدعاة إلى الله حتى في المجامع ومجامع الدعاة والرابطة وغيرها، كل أنا قرأت كثير من يعني من الكتب أو من المقالات اللي كتبوها الإخوان، كلهم يشكون أن الدعوة إنما هي خاصة في العواصم. عواصم. بس أما غيرها ما حد يزورها. طيب فندق وطعام يا شيخ هناك، ايش تاكل يا شيخ؟ والله تاكل حشرات. الله يجزاه خير. اي نعم هذا الكلام. والله اي والله تاكل حسنات صحيح؟ والله الحسنات فيها، وبعدين امورهم يسره يعني. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعونة على قدر المؤونة. الله المعونة على قدر المؤونة، يعني متى ما كنت محتاج لشيء الله لن يخيبك. والله يا شيخ نحن اللي بحاجة. لا ليس هم. اي والله نحن بحاجة. والله رحنا لقرية في كينيا، أخذنا معنا أكياس رز. نعم أكياس رز، يعني كيس الرز يمكن تسلم به قبيلة. سبحان الله. والله كل واحد نعطيه شيء قليل كذا يفرحون به، يمكن ربع كيلو يعني. ما يمكن أيوة. ربع كيلو كذا نوزع على هذه العائلة وهذه العائلة وهذه العائلة، يمكن رئيس القبيلة نعطيه كيلوين عشان يسمح لنا بالدعوة. نعم ما شاء الله. من مؤلف قلوبهم. واحد قابلته في طريق كان معي يعني كانت امرأة أعطتني شنطتين ثياب. سبحان الله. أيوة. إيه؟ يعني ما هي من السعودية، من الإمارات. إيه نعم. قالت لي أنا أتكفل بكل شيء. تمام. يعني فيها ثياب، شنطة كبيرة، شنطتين كبار. وأخذنا اشترينا طواقي. أيوة. ورحنا يعني لكينيا. كنا نمر نعطي المسلمين طواقي ونعطي غير المسلمين ثياب. ثياب. وإذا في أحد يعني طلب طاقية نعطيه. والله يا اخواني في الطريق قال لي واحد رجل كبير في السن، قال لي اذا اسلمت تعطيني ثوب. سبحان الله. اي والله اذا تعطيني ثوب. والله اعطيك ثوبي. قلت له اعطيك ثوبين، مو ثوب واحد. ايوه اعطيك ثوبين. وسبحان الله دخل في الاسلام. فالمساله بسيطه جدا يعني، يسيره جدا، الناس مقبله يعني، بس تحتاج منا الى جهد. والله في مدغشقر حبه حلاوه. حبة حلاوة سبحان الله يراها، لأنه ما أحد يعني قدم له شيء. ما أحد قدم. إيه؟ ما أحد قدم. إيه والله. فأنا أقول يعني مهما كان من الصعوبات لكن الثمرة عظيمة، يعني الثمرة لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف وأنت يدخل على يدك يعني عشرات الناس يعني. فالحقيقة يعني أنا أحث والله إخواني وطلاب العلم على زيارة هذه الأماكن، ويعني خير ما يعني يتحدث فيه عن الإسلام ومحاسن الإسلام، ونترك السياسة، نترك الكلام يعني فيما لا يعني. يعني إحنا جينا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ما عندنا إلا هذا الواجب. وخير يعني ما يدعى له التوحيد، توحيد الله عز وجل. والحقيقة أنصح يعني الدعاة إلى الله بقراءة القرآن للناس. سبحان الله. يعني سبحان الله، الله عز يقول فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني أنا متأكد أن هذا الكافر الأعجمي يمكن ما يفهم حرف واحد من القرآن، لكن والله له تأثير في القلب، تأثير عجيب. سبحان الله. والله حدثت معي يعني، أنا قرأت على واحد سورة الطارق، كنا في سفر وهذا السائق يعني أنا وزميلي في سيارة من مدينة إلى مدينة، وفي الليل ويعني مستانسين، وقلت له وش رأيك تعرف القرآن؟ قال لا ما أعرفه. قلت القرآن الحين نزل الإنجيل عندكم. نعم. تعرف الإنجيل؟ قال الله أسمع، هو ما هو متمسك حتى في النصرانية. نعم. يعني قلت طيب أنا بقرأ عليك القرآن. طبعا هو يعني لغته غير عربية، وأنا متأكد أنه ما فهم أي حرف،
والله يوم قرأت سورة الطارق وانتهيت قال أنا أبغى أدخل في هذا الدين. سبحان الله. إيه والله قال أبغى أدخل هذا الدين ولا تعطوني أي شيء، ما أبغى كتب ولا بأس، أبغى هذا أسمع القرآن. أسمع القرآن. أسمع. نعم. بس راحة نفسية. إيه سبحان الله. إيه والله. فوالله هذه. كيف لو فهم القرآن؟ كيف لو فهم القرآن؟ إيه والله. ما شاء الله. ما شاء الله. فأنا أقول يعني أوصي إخواني والله بي، وبعدين طلاب الجامعة لهم دور كبير يعني في تهيئة يعني الدعوة وتهيئة يعني الظروف والأمور. ها لازم مدخل لك. لا بد لك أيوة. لا بد لك من كل بلدة. لا صحيح. تعرف يعني. يعني بعض مداخلها أيوة. ومخارجها صحيح. أيوة. يعرفون إيش الأنظمة، كيف يعني يتكلموا مع هذا وكيف. يا شيخ أنا لو أريد أسافر إلى مكة أحجز فندق وين أشتري عشاء وين الغداء، كيف أذهب إلى أفريقيا بدون تنظيم وترتيب؟ لا 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 بد من الترتيب. بعدين طبعا كل بلاد لها يعني لها يعني ظروفها يعني، يعني في بعض التطعيمات بعض الأدوية لابد يعني من أخذها حتى يعني تسلم. أيضا العجوة أنا أنصح بها الحقيقة، إذا سافرت لازم تأخذ عجوة تأكل معك. ها أيوة سبع تمرات ما شاء الله. أيوة هذه سبحان الله يعني مفيدة جدا، ما هو في أفريقيا في كل مكان يعني، لأنه تغير الطعام له أثر يعني. له أثر. تغير الطعام له أثر. الله يعطيك العافية يا شيخ. والله ما نستطيع. شهر ما شاء الله تبقى أنت هناك، الله المستعان. أحيانا المناطق يعني ليس فيها لا طعام ولا شراب ولا فنادق ولا شيء. في يعني أمور إن شاء الله متيسرة، لذلك أقول لو يعني ذهب معك أحد الإخوان يعني يعرفون بلادهم ويعرفون يعني يعرفون بلادهم ويعرفون يعني كيف يعيشون يعني. الله يسر. الله.